مع إطلاق النسخة الأولى من برنامج سكني في عام 2017، بدأت السعودية تزيد اعتمادها على المطورين والشركات الخاصة في توفير الوحدات السكنية. واليوم لدى وزارة الإسكان في المملكة 70 مشروعاً بدأ العمل ب46 مشروعاً منها، وأغلبها ينفذها القطاع الخاص. حالياً هناك 70 مشروع تتوزع على كافة مناطق المملكة، توفر أكثر من 130 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين الفلل والشقق والتاون هاوس بأسعار تتراوح بين 250 ألف إلى 750 ألف، مساحات متنوعة، تصاميم نموذجية وعصرية، ضمن بيئة سكنية متكاملة لا تقتصر فقط على الوحدات السكنية، وإنما أيضا تمتد إلى توفير المواقع المخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة من خدمات تعليمية وصحية، كذلك أمنية وتجارية وترفيهية وغيرها. ويتمحور دور القطاع الخاص في مشاريع الإسكان بالمملكة حول تطوير الأراضي من بنية تحتية إلى وحدات وضواحي سكنية، كما أنشأت وزارة الإسكان برنامجا خاصا بالشراكة مع القطاع الخاص، ويهتم البرنامج بجذب المطورين المحليين والدوليين للاستثمار في القطاع السكني السعودي. كما تم إنشاء برنامج آخر لتطوير تقنيات البناء الحديثة في السوق المحلية، حيث يجتذب البرنامج الشركات والمصانع المحلية ويؤهلها لتوفير أساليب وتقنيات البناء الحديثة، ويمنح بعض الشركات التمويل لبناء مصانع ومراكز توفير تقنيات تسرع من عمليات بناء الوحدات السكنية، وبالتالي رفع نسبة تملك السعوديين المنازل من 47% إلى 60% بحلول عام 2020. وزارة الإسكان نجحت في خلق أكثر من 7 برامج للتمويل المستهلك النهائي أو المستفيد النهائي من الوحدات السكنية، ولكن للأسف هناك ضعف كبير جدا لتوفير الوحدات السكنية أو لتمويل المطورين العقاريين. البرنامج الوحيد المتوفر للمطورين العقاريين هو فقط برنامج البيع على الخارطة، وهو يعتبر أمر جيد لكنه ليس كافيا. أعتقد أن وزارة الإسكان يجب أن تطلق على الأقل 5 أو 6 برامج تمويلية للمطورين العقاريين لضخ سيولة في هذا القطاع الحيوي لخلق وحدات سكنية. وتسعى السعودية إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص وبرامجه الغير ربحية في توفير المساكن للمواطنين، حيث أطلقت الحكومة برنامجا للإسكان التنموي بهدف إيجاد 200,000 مسكن للأسر الأكثر حاجة، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص والجمعيات وبرامجها للمسؤولية الاجتماعية. عطل الشمري، CNBC عربية، الرياض. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من الرياض المهندس خالد العثمان، رئيس لجنة المكاتب الاستشارية في غرفة الرياض. أهلا بك معنا سيد خالد، وشكرا على وجودك. المسؤولية الاجتماعية عنصر أساسي يمكن بكل المؤسسات الحكومية، والآن هي عم تلعب دور واضح على ما يبدو بالنسبة لقطاع الإسكان. برأيك إلى أي مدى عم بتحقق اليوم الشركات والشركات وتحديدا القطاع الخاص تقديم هذه الشراكة مع وزارة الإسكان، يعني الدور الفعال ربما بتوفير المسكن المناسب للمواطن برأيك ضمن هذه المسؤولية الاجتماعية؟ مساء الخير وشكرا على الاستضافة. الحقيقة أن قطاع الإسكان بكل مكوناته يعني يخرج من مخاض على مدى سنوات الآن في محاولة البحث عن طريق للوصول للطريقة الأسلم والمنهج الأسلم لتزويد وحدات سكنية للطلب العالي موجود في المملكة العربية السعودية من مختلف الشرائح. وزارة الإسكان قفزت وأنجزت إنجازات جيدة على الأقل في الفترة الماضية في فتح برامج تمويل وبرامج شراكات القطاع الخاص وتمكينها من النزول إلى الميدان، وحقيقة يعني البدء في إنتاج وحدات سكنية، الأمر اللي كان غائب عن الساحة، كان في كثير من الشكوك في الفترة الماضية، لكن على الأقل الآن الأمل معقود بهالشركات وبوزارة الإسكان بأنها تسهم فعليا في معالجة الأزمة. لكن الأزمة لا زالت موجودة على مستويات مختلفة، ويمكن الجزء الأضعف منها في شريحة السبلاي، في شريحة العرض، هي شريحة الإسكان التنموي، شريحة الغير قادرة على الاستجابة لحلول التمويل، وخاصة ما أوكل فيها المسؤولية إلى البنوك التجارية. نعم. الوزارة سجلت اهتمامها بهذا الموضوع، ويوجد الحقيقة على الأرقام تتحدث عن أكثر من 900,000 طلب وحدة سكنية مطلوبة لهذه الشريحة، لشريحة الأقل دخلا. الرقم الملح منها الأكثر حاجة حوالي 350,000. الوزارة تبنت برنامج لضخ 200,000 وحدة سكنية في هذه الشريحة، لكن التعويل على القطاع الخاص الآن، المطورين على وجه الخصوص الآن في لعب دور في هذا الموضوع،
أعتقد أنه غير وارد، غير ممكن، لا يجب أن يعقد عليه آمال كثيرة، لأنه القطاع الخاص من المطورين لا زالوا هم يبحثون عن حلول لإنجاز مهامهم. طيب. التقليدية. وهذا السؤال يعني انت ذكرت، اسمح لي سيد خالد ما بدي اقاطعك بس حتى ننتقل الى نقطة ثانية بعد ما نغطي هذا الموضوع، ذكرت انت موضوع هام جدا، من جملة هذه الطلبات حكيت الملح منها، معناتها في من يتابع من مستشارين لطبيعة هذه الطلبات، وامر مهم جدا في غاية من الموضوع انه ايضا مؤسسات القطاع الخاص مطورين ومقاولين وعقاريين هم بحاجة الى من يمتن مكانتهم اكثر في السوق، فبالتالي ما هو المطلوب المفروض كمسؤولية اجتماعية؟ هل هو امداد هذه الفئة بقروض أو حتى بدون فوائد؟ هل هي توفير مساكن؟ لا. تفضل. طيب، التعويل على الحل التمويلي دائما لوحده لا يوصل إلى نتائج، خاصة في مجال زي الإسكان. في النهاية الناس تريد أن تجد وحدات سكنية تقيم فيها، ملائمة تقيم فيها، وليس الوصول إلى حلول تمويلية لا يستطيعون استخدامها لتحقيق الهدف الرئيسي منها. إذا جينا نتحدث عن المسؤولية الاجتماعية، المسؤولية الاجتماعية الحقيقة لا تقع فقط على عاتق القطاع العقاري، لكن على المنظومة العامة. في مثلا دور مهم للبنوك التجارية، خاصة وإنها الآن أوكلت لها مهمة التمويل، من المفترض أن تكون جزء من محفظة البنوك ومحفظة أرباح البنوك موجهة لدعم إنتاج وحدات سكنية ملائمة. الوزارة الإسكان تتحدث عن أكثر من 1,000,000 وحدة سكنية شاغرة في المملكة الآن شاغرة. أين برامج الإسكان المباشر؟ النماذج التقليدية حتى في الثقافة الإسلامية القديمة، برامج التكافل، برامج الأربطة. نعم. وإسكان المحتاجين والآخري، هذه الحقيقة غابت عن مفهوم. طب مواصفات هذه الوحدات المقدمة من هذه الفئة، هل تعادل مواصفات الإسكان العادي؟ أكيد حيكون لها معايير ومقاييس، تخضع لمعايير ومقاييس معينة. بالتأكيد يعني طبعا المسألة الأفوردابيليتي، مسألة القدرة الشرائية، تتلائم مع القدرة على الدخل أو وفي المقابل حتى مع الاحتياج، مدى الاحتياج. لا يجب أن يقيم شخص بذو أسرة صغيرة بقدرات صغيرة في منزل فارغ. لكن الفكرة أنه في كثير من البرامج اللي الآن لازالت غائبة عن خارطة منظور وزارة الإسكان. مثلا الإسكان التعاوني، جمعيات التعاونية في المملكة اللي تعمل في قطاع الإسكان 4 جمعيات فقط، الحقيقة لا يوجد لأي منها أثر فاعل في هذا الشريف، في هذا القطاع. في المقابل مثلا في تركيا أكثر من 20,000 جمعية تعاونية في الإسكان، في المغرب في أكثر من 5,000 جمعية تعاونية في مجال الإسكان. الإسكان التعاوني غائب تماما عن الخارطة. ما الأسباب سيد خالد؟ الحقيقة يمثل يعني نموذج تكافل. ما هذا السؤال، يعني لماذا تغيب الآن الجمعيات التعاونية لدعم قطاع الإسكان والوزارة؟ الحقيقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الآن تبذل جهود حثيثة في تحفيز العمل التعاوني وتحفيز العمل المهني وزيادة عدد الجمعيات، لكن أنا أعتقد أنه في غياب عام للوعي بأهمية العمل التعاوني. الفئات الأصغر قدرة والأقل قدرة والأكثر حاجة الحقيقة هم الأكثر قدرة والأكثر اهتمام بتضافر الجهود بالعمل التعاوني للخروج في النهاية بحلول مباشرة لهم. هذا البند على سبيل المثال غائب. فهم الوزارة وتعريف الوزارة للإسكان التنموي هو عمل خيري، لكن الحقيقة الجزء التنموي في منظومة العمل. نعم. أنا أعتقد أنها لازالت. طيب. غائبة حتى عن المؤسسات الخيرية اللي تقوم بهذا. طيب. الجزء بما فيها مثلا مسألة صنع الوظائف، تمكين الأسر نفسها بخلق مهن وحرف للانخراط في عملية البناء. خلينا نستغل مباشر وجودك معنا واعتبرها منصة. عادة في الخارج عندما تقدم مؤسسات قطاع خاص بتقديم ضمن برنامج مظلة المسؤولية الاجتماعية، الحكومات تتعاون معها، تعفيها من ضرائب، بتسهل لها أوراقها، بتعطيها. بالتأكيد. طيب. بالتأكيد. إيش المطالب اللي ممكن محتاجينها اليوم القطاع الخاص لو حصلوا عليها من الحكومة؟ والله فاتحين يعني أحضانهم لكل المنتسبين إلى هذا البرنامج والدعم فيه. طيب، عشان أكون صريح. موضوعي وغير حالم، إننا لا مو صريح بس موضوعي وغير حالم، إذا كنا ننتظر من الحكومة إنها تبادر بمبادرات من هذا النوع سننتظر طويلا، وإذا كنا سننتظر من القطاع الخاص أن يبادر مبادرات من هذا النوع سننتظر طويلا. المشكلة إحنا عندنا عموما في منظومة التنمية غياب دور المجتمع المدني في كل منظومة التنمية. إحنا نتحدث عن طرفين، القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وكل منهم يلقي باللائمة والمسؤولية وجمرة المهمة على الطرف الآخر. نحتاج تفعيل دور المجتمع المدني في القطاعات المهمة، ومن أهمها قطاع الإسكان. أنا أنادي بتأسيس مؤسسة للمجتمع المدني في قطاع الإسكان، هي من يستطيع أن يجسر الهوة وشرخ الثقة والتعاون والتكامل والوعي والمعلوماتية حتى في قطاع الإسكان، تفعيل البرامج التعاون، الإسكان التعاوني، الإسكان التنموي، خلق الوظائف. كل هذه المنظومة هي منظومة مجتمع مدني الحقيقة. الوزارة منشغلة ببرامج كثيرة جدا تنفيذية وتشريعية ورقابية في هذا القطاع،
والقطاع الخاص يبحث عن الربح ويبحث مباشرة عن تقليل التكاليف، خاصة في ظل الضغوط التضخمية والأسعار المتدنية التي تطالب فيها وزارة الإسكان من المطورين. على فكرة المطورين الآن يشتكون من أن الوزارة تطلب منهم بناء وحدات سكنية بأسعار متدنية مقارنة بقدرات السوق وبأسعار الإنشاء وتكاليف المقاولين. هنا في معادلة يعني الحقيقة ضايعة، في عنصر مفقود، دور المجتمع المدني غائب تماما. إذا تسمحوا لي من منصتكم، أنا أعتقد أنه حان الوقت فعلا لتأسيس مؤسسة مجتمع مدني، مؤسسة ترعاها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتضافر مع وزارة الإسكان ومجموعة من كبارات رجال الأعمال في قطاع المطورين العقاريين وليس الشركات العقارية، للعب دور فاعل في هذا المجال، وضع مسارات مجتمعية مدنية للعمل، التوعية، البحوث، الدراسات، المعلومات، تفعيل الإسكان التعاوني. بلد زي النرويج، زي هولندا مثلا، يتبنون مفهوم الإيجار التعاوني وليس حتى التملك. نعم. الإيجار التعاوني مفهوم وصل دول زي النرويج وهولندا وأخريات إلى حل جذري لمشكلة الإسكان. تقريبا 90% من الناس تسكن في مساكن يملكونها. وهذا السؤال مهندس خالد، يعني هذه الحلول المبدعة اللي تفكر خارج الصندوق. نعم، المنتجات المقدمة الآن، التعلم من التجارب الدولية، المنتجات المقدمة الآن سواء من وزارة الإسكان أو حتى كمنتجات تمويلية، برأيك هل ما زالت هي من يخلق هذه الفجوة السكنية الآن؟ في مس ماتش، في ما أعرف، في خلل في الاتصال ما بين عناصر المنظومة. نعم. الإسكان إلى حد كبير لا زال يعمل في جزر مستقلة. التمويل يلائم شرائح معينة ويلائم منتجات معينة، هذه المنتجات غير موجودة. القطاع الخاص كثير منه ينتج منتجات لا تلائم برامج التمويل، وإلى حد ما لا تلائم حتى المستخدمين الموجودين عند وزارة الإسكان. الشرائح اللي لا تدعمها وزارة الإسكان يذهبون إلى السوق بشكل مباشر، وهذه الديليما اللي أنا أوصفها. حالة الجزر المستقلة اللي موجودة وغياب الربط ما بين العرض والطلب ونماذج العرض وشرائحه ومواقعه وفئاته. العنصر الآخر اللي غائب عن المنظومة عنصر الخدمات يا أخوان. الخدمات اللي متعلقة بقطاع الإسكان غائب تماما عن الخارطة. لا زالت الوساطة العقارية هي اللي تلعب دورها مع كل التطوير التقني اللي يشهد القطاع بمبادرة ودعم وزارة الإسكان مؤخرا، لكن لا زالت هناك حلول خدمية كثيرة جدا غائبة عن الخريطة. مواضيع الإسكرو أكاونت وتمثيل البائع، لازال المطور العقاري هو المتسيد. نعم. في مسألة التسويق العقاري، من يمثل المشتري في اختيار الوحدة السكنية الأنسب طبعا. صح. وبالتالي إذا ما كان المشتري لديه المعرفة الفنية والقانونية والمالية حتى للوصول إلى الوحدة الأنسب، هو أكثر من ينخدع بما يعرض عليه. نعم. والأقل قدرة الحقيقة هو الأكثر عرضة للخداع بسبب قدرة طبعاً. أو تدني قدراته الحقيقة في الحكم على المنتج والأخير. نعم. هنا أرجع أقول إنه دور المجتمع المدني، دور مؤسسة فاعلة للمجتمع المدني في هذا الموضوع، هي من يمثل هذه الشريحة، وهي من يعمل على جسر هوة الثقة وشرخ الثقة ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.